السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت الفيلج ريكونستراكشن، إعادة بناء القرية. بناخد مهمة اسمها ووتر ديليفري، توصيل الماء. بتقول لي speak to send the bottle of water ارسل زجاجة الماء الى مين؟ الى هينشينج. دي القاعدة الاساسية، send يرسل زجاجة ماء لمين؟ لهينشينج. لهينشينج، واحد اسمه هينشينج، هنشوفه دلوقتي. هنضغط على المربع ده هيوصل لنا لهينشينج اللي هنديله الازازة بتاعت المية. هنا بتقول لي ايه في الاول؟ ناس ماي هاسباند هانشينج، زوجي هانشينج شود. هنا الفعل شود، يبقى اكيد اللي قبله فعل. شود لازم يكون بعده فعل، شود بي، يعني يجب ان يكون. اوت باترولينج ذا ديزرت رايت ناو، يجب ان يكون في الخارج بيحرس الصحراء في الحال او الان. يبقى انا عندي هنا جاي، خدنا النهارده خدنا الفعل شود، عندي هنا كمان عندي الفعل شود بيجي ورا ايه؟ بيجي ورا فعل. خلاص فعل يكون كمان في المصدر، لا في مش فاضل في المصدر. طيب can you bring him the water، ده request، طلب معذب. هل يمكنك ان تجلبه او تحضر له الماء بعد ما نروح له؟ هيقول لنا ايه؟ بيقول لنا water is life in the desert. ها هنا الفعل is، يبقى water فاعل. ها هل يا ولاد is هنا فعل رئيسي ولا فعل مساعد؟ فعل رئيسي، يبقى هنكتب main verb لان اللي جاي بعده مش فعل. هنا بيقول لي الماء يكون حياة، in the desert، بعد كده حرف جر وكان، في الصحراء. thanks for saving my life، شكرا لإنقاذ حياتي. What؟ بيقول له ماذا؟ It was Wen Ying who asked you to bring me the water. أنا هنا عندي was، ده الفعل. بيقول لي إنه كان Wen Ying اللي هي ديت التي، هو هنا بمعنى التي، هنا هو جاية بعد فعل. بيقول لي It was، إنها كانت Wen Ying التي سألتك أن تحضر لي الماء. يبقى أنا عندي النهاردة يا ولاد بناخد كمان الفعل is كفعل إيه؟ مساعد، بيجي بعد is noun اسم. وكمان خدنا النهاردة هو relative pronoun، اسم ضمير موصول، اسم موصول بيجي بين فاعل وبين فعل. وان ينج وو اسكد يو، خلاص الذي سألك ان تجلب. طيب بناخد، بيبقى ليه طرق برضه ثاني. شي از اولويز، هنا